لو كيروش ما كانش فيه شرط جزائي يمشي في الوقت الحالي؟ لا. ايوه لا ما ينفعش في وسط البطوله دي، لا ما ينفعش يعني في الوقت الحالي، لا ما ينفعش يمشي، لازم يكمل التجربه، ولكن مع ادخال بعض الصلاحيات على الجهاز الفني. انا اشوف ان الكابتن ضياء السيد خصوصا في وجود مجموعه كبيره من اللي كانت معاه في المنتخب، منتخب الشباب لما هو كان ماسك منتخب الشباب اللي شارك في كاس العالم بكولومبيا، اعتقد هو لازم ياخد صلاحيات زياده وياخد كمان مساحه. يعني الفكره ان كمان كيروش يا كريم بياخد قرارات غريبه وبيطلع يبررها، يعني مثلا امبارح مثلا والله بجد قبل ما يقول التصريح بتاع التحكيم ده، كلنا واحنا اول ما اللعبه حصلت في المباراه كلنا قلنا بعد الماتش هيطلع يسيب كل حاجه ويمسك في اللقطه دي. هو خلاص بقى مقري، بقى واضح جدا اسلوبه، بقى واضح كمان هو مش ملم، هو بيحاول يداري عدم انمامه. خلي بالك يا كريم، اي مدير فني اجنبي بيجي مصر هو فعلا بيبدا من الصفر، هو مش متابع. يعني النهارده انت لو جبت يعني متابعين الكوره في مصر هيعرفوا معلومات عن لعيبه مصر وعن المنتخب اكتر من كيروش. كيروش محتاج يذاكر، هو للاسف ما بيذاكرش، واضح جدا ان هو واخد الموضوع بعنجهيه. ونفس بالظبط حتى المشكله اتسربت في ماتش تونس في سيمي فاينل كاس العرب ما بينه وبين محمد شوقي، لما قال له لو سمحت ما تديش تعليمات فنيه وانا واقف على الخط، وتاكد ان هو حتى بعد الماتش راح اعتذر له وحسن اموره. واضح هو فعلا الايجو وكرامته بتنقح عليه جدا في الامور الفنيه، ان هو دايما بيتكلم انا اكس مدير فني ريال مدريد، انا اكس مساعد اليكس فيرجسون. عايزين برضو ناكد الحته دي عشان بس بنتكلم صح. كيروش طبعا اسم كبير في اوروبا بس مش كلاس ايه، هو مش كلاس ايه في اوروبا، وتجربته مع الريال كانت تجربه فاشله بدليل ان هو ما كملش الموسم اصلا، وحتى خسر ثلاث بطولات في اسبوعين. الله اكبر عليك. لا وكمان ايه، وافق وقبل ان هو بعد ما تحول لمدير فني في الريال انه يرجع مساعد لاليكس فيرجسون في يونايتد. دي حقيقه مش عايزين ننساها، ان ممكن الجيل الصغير مش عارف المعلومات دي. لا هو طبعا اسم كبير جدا في اوروبا، لا ولكن مش كلاس ايه.